هذه سالفة غياث وغيث. البارح شيت أقوم هددنا العصر المخمر ونحن رادين المخيم. غياث مضايق شوي نفسيا، يعني مضايق ولا مو بأنه تعبان بس مضايق نفسيا. يقول عاد ليش الشيخ محمد يمدح غيث وتهد غيث قدام الشيخ محمد وما تهدني يعني؟ المهم مضايق قلت لي يا ريال مقانيف إن شاء الله وايد ونحصل لك يوم، وإذا سويت فعل طيب قدام الشيوخ بعد بنعد فيك قصيد وبن. قال لا أبدا، أنا لين أسوي قصيدة روحي وأبا أكتب قصيدة في غيث. هذا اللي قال اللي توه ياي فرخ ملعوز الدنيا، هو فرخ على أساس أنه فرخ ملعوز الدنيا، يعني كيف ما يصير. وأنا جرناس وعندي تجارب وعندي خبرة ميدانية. المهم حاولت أهدي الموضوع مني ما قلت لهم بجيب لكم حضر بنهد لكم بسوي تصوير، ما ضاعوا مرة كلهم. المهم يا غياث، وقال يا غيث أنا غياث طير الصقاقير، ماني بطير اللي يحب التسلي، من فعلي النادر كسبت الجماهير، روح اسأل الجمهور بعدين قل لي. يا غيث أنا غياث طير الصقاقير، ماني بطير اللي يحب التسلي، من فعلي النادر كسبت الجماهير، رح أسأل الجمهور بعدين قل لي. الخرب لا منطار ما يقدر يسير، لا شافني وإن كان فوق أمتعلي، أشق صدر الغيم بالعزم وادير، عليه راسي لين أشوفها وخلي جنحاني يتصافق هبوب العصير، وانزل عليه انزال ضابط مظلي. أنا فقط حبيت أنبهك لا غير، صيب على مثلك يجي في محلي. صح الله لسانك ولسانه والله، كهو والله لسانك. المهم الضيق هذاك تم يخافك، قال عقوا البرقع عقوا البرقع، مني عقينا البرقع. وقال يا طير انت طير وانا بعد طير، والعصر ذا عصري وعصرك مولي، لو كان في هرجك يا غياث تحقير، عليك يا غياث ما زاد غلي، ما زال لك في قلب رعيك تقدير، لكن بلاش من الكبر والتغلي. انا على الصيدة بعد مثلك اغير، والله ما تفرط ولو ربع ملي، كم من حبارة لا لقوها مداوير، ثم صوتوا في الاجهزة وين اهلي، معاه طير انت اتفق به لشاوير، من طردها لا يتعب ولا يذلي، هدني شيخ يعز المناعير، ويصيح ويلا صاح لبيت كلي، كنه يقول بنظرته دون تعبير، وانا مع فاطن وهو فاطن اللي حول بها حوالة الدلو في البير، راهن على فعلي وذي عادت لي. المهم ابو عسكور شفت ان الوضع شوية محرج يعني، وخفت ان الكلام يصير حار يعني بينهم، ويكون يعني الوضع مو طيب واخسرهم كلهم، فدخلت انا في الموضوع وقلت يا غيث ويا غياث والله ما يصير اقول فيكم رايي المستقلي، ما في حد منكم على الصيد تقصير، مجربين في كل سربنا مفلي، من فعلكم ساهمتوا في سمعة الجير، تنافسون العالمي والمحلي، اثنينكم من وجميع الصقاقير، اهل القنص من ذكركم ما تملي، تصالحوا والصلح من بينكم خير، خلوا كلام الناس عنكم يولي. يا سلام يا سلام، صح الله لسانك.